بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحضور الكريم كل باسمه وصفته. لنا عظيم الشرف اليوم أن نكون معكم في مدينة الرداد في إطار فعاليات الاحتفال بشهر التراث برسم سنة 2024. هذه السنة الاحتفال بشهر التراث يربط شعار الأركيولوجيا وتدبير التراث الثقافي. وحيث أن مدينة الرداد وما يشغل البال حاليا هو صورها التاريخي ما بعد الزلزال، قد أسعينا أن نبرمج نشاطا خاصا وخاصة ما يتعلق بهذه المسألة، يعني كيفية تدخل أو صور الرداد ما بعد زلزال 8 شتنبر 2023. وبصفتي شخصية مدير جهوي لوزارة الثقافة أسوس مصر، ونظرا للكثير من الزيارات التي قمنا بها للمدينة، ونظرا للكثير من المعاينات التي قمنا بها لذلك السور، ونظرا للزيارات الكثيرة التي قادت بها مختصون سواء على المستوى المركزي أو على المستوى الجهوي لهذا السور، والحقيقة وما يحمله من تعقيدات من أجل هل يتعلق الأمر بترميمه وكيفية التدخل فيه، هل سيتعلق الأمر بترميم وتوظيف وإعادة الاعتبار، أسئلة كلها تطرح، والأكيد أنها تشغل بال كل ساكنة الرداد. جزيلا السيد المدير الجهوي المحترم، السيد المدير الإقليمي لقطاع الثقافة، السيد المحافظ الجهوي للتراث الثقافي، السادة الأساتذة الفاضل، رجال الإعلام، الحضور الكريم، يشرفني ويسعدني أن أنشط أو ألعب دور المسهل والمسير لهذه الندوة العلمية وهذا الملتقى الذي يحضره خبراء وأساتذة لهم باع طويل في الاشتغال على التراث الثقافي بشكل عام. المناسبة كذلك المناسبة هو نعلم جيدا الحدث أو الفاجعة إنشئنا التي تعرض لها المغرب هو الزلزال الذي ضرب منطقة الأصل الكبير، وكانت تعرضت خاصة بعض المباني التاريخية بالمدينة سورها تعرض لبعض الأضرار نتيجة هذه الفاجعة الطبيعية الكارثة الطبيعية التي على إثرها كان تدمير وتهشيم كثير من المواقع والآثار والمباني التاريخية على مستوى أقاليم الحوز، شيشاوات، رودانت، ورزازات وغيرها التي تقع ضمن هذا المجال الجغرافي اللي هو الأصل الكبير. إذا أظن أنه ربما من بين الفرص القلائل جدا التي يتأم فيها خبراء ذو تخصصات متعددة في مجال التاريخ، في مجال الهندسة المعمارية، في مجال الهندسة المدنية، في مجال الأنثروبولوجيا والتراث، قلائل قليلة جدا هذه الفرص. وهذه المناسبة لنا الحق، ونشكر جزيل الشكر السيد المدير الجهوي والسيد المحافظ على هذه المبادرة القيمة. نظن على أنه في آخر المطاف سنخرج بأفكار لها علاقة بما تفضل به السيد المدير الجهوي بمحاولة تصور شنو ما هي الرؤية التي يمكن أن نشتغل وفقها، والتي يمكن أن نضع أهدافا نشتغل عليها من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه بالنسبة لذاكرة هذه المدينة. ونعلم جيدا أن صور المدينة من بين المعالم الكبرى التي حقيقة يمكن أن تعتبر من بين المعالم القلائل على مستوى المغرب التي تشهد على حقيقة هذه المدينة وعلى قيمتها التاريخية والأثرية والحضارية والمعمارية. الدور الكريم، أولا نشكر محافظ التراث
من خلال يعني المديرية الجهوية والمديرية الإقليمية للثقافة على الالتفات لأسوار تعداد وعلى الدعوة الكريمة للمشاركة في هذه الندوة العلمية. طلب مني أن أتحدث عن الجوانب التاريخية لأسوار تعداد، لذلك ارتأيت أن أعلن مداخلتي من تاريخ أسوار تعداد. لن أتحدث عن تاريخ أسوار ولكن عن جانب من تاريخ الأسوار، لأن تاريخ الأسوار لا يزال جزء منه يحتاج إلى كشف ويحتاج إلى إما إلى اكتشاف نصوص جديدة أو إلى أبحاث أرضيولوجية معمقة لتؤكد أو تنفي مجموعة من الفرضيات المطروحة حول هذه الأسوار. فنظرا للأهمية الاستراتيجية لمدينة تاولات، وهذه الأهمية الاستراتيجية تأكدت تاريخيا من خلال الصراعات التي عرفتها المدينة انطلاقا من الصراع المرابطي الموحدي، ثم صراعات نهاية العصر الموحدي، ثم الصراعات الموالية. هذه الأهمية الاستراتيجية جعلت هذه النصوص التي تحدث عن هذه الفترة منذ أن تم الحديث عن تاولات، تم الحديث عنها كمدينة مصورة ذات أسوار مانعة. لعبت هذه الأسوار دورا في كل هذه الصراعات، لكن تاريخ هذه الأسوار لا يزال يثير الكثير من الجدل بين المهتمين، ولا يزال موضوع الكثير من الاجتهادات. وأمام غياب النصوص التاريخية الواضحة خصوصا فيما يتعلق بالفترة السابقة على الإسلام أو الفترة الأولى للعصور الإسلامية، كذلك في غياب تنقيبات أثرية معمقة، لأن كل ما عندنا هو ملاحظات بعثة أثرية قامت بجولة ولكن دراستها لم تكتمل لأسباب متعلقة بالإدارة، فإن معلوماتنا حول هذه الأسوار كما أشرت تبقى نسبية وغير مؤكدة خصوصا فيما يتعلق بالفترات القديمة. بالنسبة لمدينة تاولات، هي مدينة عتيقة والأدوار التي لعبتها ومكانها الاستراتيجية تجعل منها دائما مدينة مصورة، وبالتالي فإن قدم تحصينات قد لا تكون هذه الأسوار التي نتحدث عنها، ولكن تحصينات أو أسوار من شكل آخر كانت قديمة بقدم المدينة. فمن المؤكد أن مدينة تاولات مدينة عريقة من أقدم مدن المغرب، ونرجح أن يكون تأسيسها انطلاقا من القرائن التاريخية المتوفرة، أن يكون تأسيس المدينة جاء في إطار حملة التمدين التي عرفها المغرب القديم خصوصا فيما بين القرن الخامس والقرن الثالث قبل الميلاد. فقد شهد المغرب خلال هذه المرحلة بناء العديد من المدن من المراكز الحضارية التي بنتها الكيانات القبلية التي بدأت تتوحد وتشكل اتحادات وبدأت تؤسس العديد من المدن. بل إن تطور البحث الأرضيولوجي في المغرب أثبت أن حتى عددا من المدن القديمة التي كنا ننسب بناءها للقرطاجيين أو للرومان تبين بأنها من بناء زعامات محلية، ودور هذه القوى الخارجية انحصر في بناء مراكز تجارية عندما نعثر على أواني خزافية في نقية نقول بأن المدينة فيها، ولكن تبين أن العكس هو الصحيح، أن الزعامات المحلية وصلت تحت تأثير المؤثرات التي وصلت من حول بحر البحر المتوسط إلى تأسيس مجموعة من المراكز الحضارية من ضمنها تاولات. شكرا الدعوة، سعيد بتواجدي معكم. ندخل نخلط شوية بين العربية والدارجة والفرنسية، مهم يكون في كل تواصل. صراحة شكرا الدعوة وشكرا السوشيال نوتين استفدنا كثير هذا الجلسة الأولية، وسعيد بتواجدي معكم واحد العدد الإخوة شحال ما شفتهمش كانت مناسبة على الإطلاق ومعرفة بوجوه جديدة. مع السنني حاولنا نسقو المداخلات ديالنا بجوج باش ما يكونش تكون جوج متكامله، ما يكونش واحد التكرار، وانا المداخله ديالي تكون بشكل عام بشكل منهجي باش السنني هو اللي يتكلم خاصه على المستوى التقني وعلى المستوى ديال التاولات. للتذكير ممكن باش يكون شي عارف المعلومه، المغرب معروف عدد المدن حاضرات مدن كانت موجوده قبل الحمايه،
اكثر من 30 مدينة عتيقة موجودة في المغرب، وطبعا تولنت من الاهم ديالها كما تقدمت في السي أستاذ بوطي، وهذه تعطي واحد الخاصية لانه كل هذه المدن لهم اسوار، ممكن ماشي كاملة، ممكن تلاحظ ممكن تغيير لانه واحد الاسوار باختلافها وعلى المستوى العالمي. كاين واحد المنظمة سميتها كوموس، المجلس العالمي للمواقع المهاتف، تخلقات في هذا الخصوص كتشتغل على المستوى العالمي، جمع كاع كبار الدكتورات فيها واحد المجموعة علمية كتشتغل خاصة على الأسوار، الأسوار والأحصنة، سواء لوغاي ولا فونتوريس، وهذه المجموعة فيها عدد الخبراء من إسبانيا، فرنسا، تركيا، إيران إلى آخره، مجموعة الخبراء مؤخرين ولا أركولوجيين كيشتغلوا خاصة على التراث. على الأسوار، لأن الأسوار موضوع بحث، يعني أوبجيكت ريسيرش. إحنا عامة المقابل ديالنا كنشتغلوا على المدينة، داخل المدينة وخارج المدينة، والصور بحال غير سنطة، غير عازي، الصور بحد ذاته موضوع عمل وعلى موضوع اشتغال. ومع الأسف ممكن سي بوطي يصلح ليا، مع الباحثين المغاربة كيشتغلوا على الصور بالذات باختلافه وبتنوعه، قلالوا في المجموعة المستوى العالمي قلال جدا، مع العلم أن المغرب من دول مهمة في مستوى البحر المتوسط تواجد هذا الاختلاف في النماذج ديال التراث. ثم عارفين أيضا على المستوى العالمي واحد العدد اللي كتكلموا عن صور، أول حاجة كتجي في بالي هي صور أعظم للصين، حيت كاين هو فعلا صور زعما خيالي بالنسبة للناس اللي مشاو شافوه، ولكن أيضا كاين واحد القوة ديال التصوير ديال هاد الصورة، وكتقوى التصوير ديال صور التراث. كاين صور ديال الصين، كاين واحد الصور معروف في الهند في كومبالا، كاين ايضا واحد الصور معروف في بالنسبه لكرواتيا، هو ايضا معروف على المستوى الدولي. كاين ايضا ما عندنا نماذج في دول اخرى، ولبدا تجاه التفاته الاخوان الاخوات في القدس فلسطين، كاين ايضا الصور ديال القدس اللي هو من المعالم المهمه على المستوى العالمي. دولة عندها صور مهم، ممكن اطول صور في افريقيا، من اطول اصوات في العالم اللي هو خريم سلافولي، وهاد التصوير ديال هاد شكون اللي عارف المعلومه، التصوير ديال هاد المعلومه كاطول كمعلمه من اهم المعالم في العالم، باش ما نخافوش من الكلام ديالنا، باش ما نلعبوش شويه كبير بين قوسين، ما نبقاوش محدودين على حكا حشومي، نلعبو شويه كبير على المستوى العالمي. صور ديال دولة كاينه ما كانتو، وشغل التقديم ديال السيلو الدين يعطينا من غير التاريخ ولا التاريخيه والطول ديالو، حتى هاد الخاصيه ديال ثلاث اصوات ماشي صور هاد الممرات الى اخره. السلام عليكم. دونك اذا سمحتوا لي غادي نتكلم بالفرنسيه. دونك je tiens tout d'abord à remercier à vous remercier pour votre présence, pour suivre avec nous les dernières techniques de diagnostic relatives à la restauration et à la mise en sécurité et amélioration parasismique du patrimoine. Donc, après les exposés de ces Atsada, Nordin, c'est Abdelrahim Kso, ce sont des exposés extrêmement précis et pertinent. Surtout, c'est Al-Sadr. Il a fait pratiquement un rappel de, je dirais, de toute la méthodologie de construction et l'historique de cette muraille. Bon, c'est une muraille comme les récits historiques le précisent, qui a plus de 1000
000 ans, pratiquement. Donc là, on a une véritable encyclopédie, une véritable encyclopédie de toutes les techniques de construction. Les questions qui ont été posées sur le processus de construction de cette muraille sont parfaitement légitimes. Est-ce que on avait commencé uniquement par cette ceinture en limon argileux et on a construit un soutènement du côté Médina, c'est ce qui paraît le plus plausible. Et après, à l'époque saadienne, on est venu construire cette muraille qui est haute pratiquement de 10 mètres, en certains endroits même plus. Et aussi une hypothèse tout à fait défendable, mais dans la chronologie, en disant sur les faits historiques, on pourrait imaginer effectivement ce scénario. On avait commencé par le tout venant limoneux pour faire comme on en fait pour une ceinture avec le tout venant qu'on retrouve, et puis on fait le soutènement du côté Médina, et après pour une forte fortification et avec disons des matériaux qui améliorent le comportement tel que la chaux, on se retrouve justement avec cette muraille qui a défié et qui présente justement toutes les caractéristiques d'un ouvrage parfaitement compatible avec les comportements sismiques. نحاول نكون في الحقيقة موجز ونحاول نعطي إشارات في الحقيقة تراثية ومعمارية وعمرانية وكتعلق بالمحافظة والتربية والتوظيف إلى غيرها واللي اشتغلنا عليها في عدة مناطق في المغرب واللي ممكن كذلك بأن أصوات تردد تعرف حتى هي إن شاء الله طريقها للتدخلات اللي تكون ذات فائدة بالنسبة للساكنة بالنسبة للمنطقة. المزايا ديال هذه اللقاءات في الحقيقة العلمية والثقافية. أولا ربما أصدقاء اللي تدخلوا قبل مني نظروا على نظرات المؤرخ، نظرات المهندس المعماري، نظرات المهندس المدني، أنا ربما نظرات الأثري، الأنثروبولوجي، المحافظة على التراث إلى غير ذلك، حتى من الناحية الإدارية، لأن بما أنني اشتغلت كذلك في التدخلات التقنية والعلمية، ولكن كذلك من الناحية الإدارية وكل الإشكاليات التي يطرحها في الحقيقة التي تطرحها عمليات التدخل. عندما نتكلم عن الأصوات التي في الحقيقة نضعه في واحد المنظومة اللي هي ليست وطنية ولكن دولية اللي هي العمارة الطينية. العمارة الطينية اليوم كتعرفوا بأن الأهمية ديالها أصبحت أهمية كبيرة جدا على الصعيد العالمي نظرا للتغيرات المناخية ونظرا حتى ذيك المخاطر التي تعرض لها اليوم المجتمعات. لأن حيت كنا نتكلموا على المعمار نتكلم على المجتمعات العريقة لأن هذه المجتمعات أن المعمار حتى هذا المعمار الجديد رغم أنه نزل من السماء لأن عندما نتكلم على العمارة التقليدية هي نبتة الأرض ولكن اليوم لو بيطون كذلك نشوفوا اليوم هي نزلت من السماء دونك هنا هي الاختلاف الكبير ما بين الجذور وما بين شي حاجة اللي هي نزلت سوبيتمون كما كنقولوا في واحد في هذا الكرة الأرضية. اليوم كما كتعرفوا الصعيد اليوم العالمي خاصة على لائحة التراث العالمي ديال منظمة اليونسكو كاين تقريبا اليوم واحد 1179 موقع اللي هو مدرج على هذه اللائحة موقع بناية إلى غير ذلك وفي هذا 1199 كاين تقريبا 10% ديال هذه المواقع مبنية جزئيا أو كليا بالتراث وبتقنية التراث هاي واحد تقريبا 150 في جميع القارات من اليابان حتى البيرو المكاسيه الوسطى وديال الخصيب شي بالجزيره العربيه افريقيا الشماليه افريقيا بعض الصحراء امريكا الشماليه امريكا الجنوبيه
جنوب اوروبا الى غير ذلك. هذا كيبين لكم كذلك الاهميه ديال هذه الماده هذه اليوم، واللي هي كاين واحد التفكير كبير للرجوع والعوده الى تقنيات التراب من اجل اجابه على الاشكاليات التي تطرحها هذا اليوم المناخ والتغيرات المناخيه. زين العمراني محافظة جهوية للتراث الثقافي بجهة شوش نرسا. إذا إحنا اليوم في إطار الاحتفال بشهر التراث، تتحتفل المحافظة الجهوية بالمديرية الجهوية لجهة شوش نرسا بشهر التراث اللي هو احتفال سنوي. وفي هذا الإطار كنا بهذه الندوة العلمية من أجل يعني أن تكون واحد المقاربة تشاركية ما بين عدة خبراء ومختصين في ترميم الآثار. هادشي علاش كانت هذا النهار الندوة هذه هي واحد الفرصة باش يكونوا عندنا يعني واحد نفتحوا النقاش حول يعني الترميم والتأهيل ورد الاعتبار أصوات التردات، خصوصا بعد زلزال الحوز اللي يعني كنتمناو أن تكون عندنا واحد المقاربة وواحد لابخوش ديال الترميم ديال هاد الأصوات. تم اليوم تنظيم ندوة علمية حول اللي في الحقيقة حول صوت الردات فيما بعد زلزال سبتمبر 2023، وقد تطرق فيه المشاركون الذين يعني يهتمون سواء بالعمارة أو الهندسة المدنية أو كذلك ما يتعلق بمحافظة التراث الثقافي، تطرق فيه إلى ما يجب أن يكون عليه أو التصور الذي يرونه مناسبا لأي عملية تدخل أو ترميم لصور تردان. وهنا لا اسمحوا لي أن أشير إلى مسألة مهمة، فما تم القيام به من قبل لا يعد أشغال ترميم بقدر ما هو أشغال التدعيم وتثبيت مؤقت لبعض وليس لكل لبعض الأبراج بصورة رودانت. وكذلك كما أنه تم حذف عن الذي موليسيون كيكو يعني بعض الصرفات اللي كانت التي كانت تؤثر على الساكنة نظرا لوجود هذه الأبراج وتلك الصرفات يعني في أماكن عامة، وكذلك أثرت على السير العادي للسيارات والجولان داخل المدينة. ولذلك تم التدخل في هذا على مستوى خاصة على مستوى الأبراج، وتم ذلك بعد دراسة من طرف مكتب دراسات مختص في هذا الجانب، وكانت له إبداع في هذا الشأن. هناك من ينتقده وهناك من حبذها، من قال أنها تصلح لذلك لأن هي الشيء الذي رأيناه بأنه مناسب في تلك الفترة، والحمد لله أنه تمكن من فتح يعني تلك الشوارع وتلك الأماكن. على أي حال ما أريد أن أقول هو أن صورة الردان أو المدينة العتيقة التي الردان ككل تحتاج إلى برنامج متكامل يأخذ بعين الاعتبار المدينة العتيقة كلها، ولكن ما دام الأمر الذي يهمنا اليوم هو صورة الردان فأقول أن مهمة يعني إسناد هذه المهمة ترميم معاهدة الاعتبار أو أي شيء كيفما نسميها لصورة الردان فهو يحتاج إلى كثير من الدقة ويحتاج إلى التأني، وهذا هو الشيء الجديد، ويحتاج إلى دراسات معمقة خاصة فيما يخص التشخيص، كل أنواع الدراسات جينية تقنية مختبر، وكذلك دراسة اليوفي بار سكانير يعني دراسة التوبوغرافية التي تعتمد آخر صيحات التكنولوجيا الحديثة التي تمكن من كثير الأشياء. لذلك أنا أقول للمواطن في تردان لا تقلق، فإن كان هناك تأني أو إن كان هناك نوع من الرطار فمن أجل أن يكون، إن كان هناك تدخل يجب أن يكون في مستوى التطلعات، لأنه ما يعاني صوت تردان لم يعاني فقط من يعني ما بعد سبتمبر 2023، هناك تراكم لمجموعة من الأشياء لا مجال لذكرها. ونسأل الله التوفيق، شكرا لكم.